اكيد نسمع الخير لكم صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكون في ما تكون في احسن الاحوال. اذا الحمد لله وشكر الله على هذه نعمه الامطار ونعمه الخير وهذه الاجواء الصباحيه اللي تترفع من دون تيكون. صراحه الحمد لله وشكر الله، صراحه هذا الشيء كيفرح امانه من نظر الصباح القوي من دون تيكون. صراحه يعني تعيش هذه الاجواء الصباحيه وكنعيش هذه الاجواء الممطره من قبل، يعني الحمام والبيضاء الله يرحمنا، الله يرحمنا يا ربي. والحمد لله ربي عنده حامي كريم وربي عنده كل خير، فالحمد لله وشكر الله. اذا كما كتبوا معنا متابعينا الكرام، يعني هذا الصباح هذا من مدينه تطوان من قبل، يعني الحمام والبيضاء امطار الخير تزين سماء الحمام والبيضاء الحمد لله، يعني ليله ديال الشتاء. وهذا الشيء اللي كيف فرحنا والحمد لله كنشوف بان ربي باقي حنين كريم على العباد ديالو، ربي باقي كيحن علينا وكيتوب علينا. اذا كما كتب لنا متابعينا الكرام من هذه الاجواء الممطره والصباحيه الجميله واجواء جد رائعه كتعرفها يعني الحمام والبيضاء، وكتعيش يعني الحمام والبيضاء صراحه دائما، يعني كنا كنقولوا يعني منذ صلاة الاستسقاء من الجمعة، الجمعة والسبت والحد والاثنين واليوم الثلاثاء واليوم الأربعاء، يعني كد نزل هذا أمطار الخير أمطار البركة. فالحمد لله الذي من علينا هذا النعمة وهذا الخير. إذا متابعينا الكرام، يعني من خلال هذه الأجواء الصباحية كنعيشو معكم هذه الأجواء وكتشوفوا هذا الجو كيف داير هذا الحمام البيضاء. فصراحة يعني هي أجواء رائعة وأجواء جميلة صراحة، يعني حتى ديما كنت كنقولها غير طيح الشتا نقاد شوية ديك البرودة، هادشي اللي كاين يعني اليوم هاد الصباح هنا في مدينة تطوان. سبحان الله نتوما كنشوفو الشتا كطيح وربي رحمنا وخير نزل من عند الله والرحمة الله سبحانه وتعالى نزلة. فحتى الجو يعني ما كاينش هناك شي انخفاض كبير ديال درجة الحرارة، يعني الجو مستقر والأمطار الخير تنزل على البيت. إذا كتشوفو معنا يعني متابعينا الكرام هاد الأجواء الصباحية من قلب مدينة تطوان، فكنا يعني نتمنى المغرب كامل إن شاء الله تعالى يكون في بلاد البركة. المغرب كامل يكون في عرفة أفضل خير أفضل بركة، والمغرب كامل إن شاء الله يكون في تتسقط في هذا الشتاء ويكون تطيح في هذا الشهر ان شاء الله. اذا انتم كتابعونا يعني على المباشر متابعينا الكرام قلب الحمام والبيضاء هاد الاجواء الصباحيه ديال مدينه تطوان. فالحمد لله كثيرا واستغفر الله العظيم واتوب اليه. الحمد لله الحمد لله ربي كريم ربي عنا كل خير، ومن قد تحرينا برحمة فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. المشتاء الحمد لله من ذات الساعة، وطبعا يعني هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى وهذه رحمة منه للعباد. أمطار بركة أمطار رحمة منه من ربي أنه يرحمنا ومن علينا ويتوب علينا إن شاء الله تعالى. نتمنى هاد أجواء السمر أمطار خير أمطار بركة السمر نهار كامل، السمر يعني أسبوع أسبوعين يعني ما تزربش علينا هادشي اللي كنقولو إن شاء الله. فسيدنا أحييكم على المتابعة ديالكم هذا النبت الصباحي، وطبعا يعني دمتم في رعاية الله، حفظ الله، اللقاء إن شاء الله تعالى في النهاية.